الفوز على الاتحاد الليبي والتأهل لدور الثمانية لدوري الأبطال الأفريقي، وبهنيك برضو على رجوعك، جزء استعدت جزء كبير من مستواك في الفترة الأخيرة بشكل سريع الحقيقة. الحمد لله. يعني أولا بهني جمهور النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي، الحمد لله ربنا أكرمنا في مباراة ليبيا بشكل كبير، والحمد لله قدرنا نعدي المرحلة دي. كنا حاطين نفسنا يعني مراحل الفترة اللي فاتت، أول حاجة كنا إن احنا ناخد الدوري، ثاني حاجة مباراة ليبيا، والحمد لله ربنا أكرمنا فيهم، تالت حاجة إن شاء الله الكأس لما يبدأ الكأس إن شاء الله. أما بالنسبة لإصابتي فهي كانت كدمة قوية في مباراة ليبيا. الحمد لله عملت أشعة والطمأنينة وطلعت الأربطة كلها كويسة الحمد لله، لكن هي الكدمة بس كانت قوية، فهي عملت ارتشاح في الركبة، فهي إن شاء الله يعني مباراة الجونة مش موجود، بس إن شاء الله مباراة تاج الحرب يبقى موجود إن شاء الله. الرشح ده من ايه يعني ده حاجه كده يعني قضاء وقدر، ولا في حركه معينه فانت بتلعب؟ لا، هي كدمه قويه، كان الاشتراك في كره معينه مع احد لاعبي الاتحاد، فهو بيقع وقع على ركبتي وهي متنيه، بس فكان كدمه بس في الاربطه، فبسيطه الحمد لله يعني ما فيهاش اي حاجه خالص. اسامه، انت كان في بعض التلميحات ان انت ممكن تطلع بره تلعب في اي نادي خارج مصر او في نادي اخر حتى داخل مصر، وان علاقتك مع الجهاز الفني ليست على ما يرام لغيابك في كثير من المباريات هذا الموسم، لسه عندك نفس الشعور ولا بعد ما خدت فرصتك واحرزت هدفين في مباراه المنصوره الاخيره ولعبت مباراه الاتحاد في الوقت الاخير من المباراه بدات تشعر ان ليك دور في الفريق فعدلت عن هذه الفكره؟ هو اي لعيب طبعا بيتمنى انه يبقى متواجد في الملعب ويبقى موجود في الملعب ويشارك دايما بصفه مستمره. نعم. يعني كان في بدايه الموسم ما كانش ليا مشاركات، فهو ده اللي خلانا اتجه للفكره يعني. نعم. اما الحمد لله الواحد لما شارك في الفتره الاخيره، والحمد لله كان الواحد بيخلص دايما في الفتره اللي ما كانش بيلعب فيها، فالحمد لله لما لعبت ظهرت بشكل كويس وكاني بلعب من اول السنه، فيعني طبعا هو بيبقى دايما الواحد بيحب انه متواجد وبيحب انه يلعب يعني. فان شاء الله الواحد يعني دايما يستمر في اللعب ويبقى متواجد ان شاء الله. يعني انت خلاص مستمر في النادي الاهلي، عدلت عن الفكره دي خلاص؟ ان شاء الله بامر الله. كابتن اسامه، قول لي مشاعرك بعد الفوز على الاتحاد الليبي في المباراه الاخيره، وانت كنت متوقع ان الفوز يتم بثلاث اهداف، ولا قلت تصورت ان الموضوع هيروح لركلات الترجيح وبعد كده بقى طبعا قدر ربنا هو اللي هيكون يعني؟ الحمد لله. يعني اولا بس بشكر جمهور النادي الاهلي العظيم اللي ملى الاستاد كله. نعم. وكان اللاعب رقم 12 في المباراه. لا يعني انا يعني بالرغم ان احنا كنا في ليبيا هناك وخسرنا اثنين، لكن يعني كان ثقتي في ربنا سبحانه وتعالى ان احنا من ليبيا ان احنا نقدر نعوض في مصر، وكان باكثر من ثلاثه يعني. احنا هنا ضيعنا جوان كتير، ضيعنا اهداف كتير الحمد لله، يعني تسيدنا المباراه من اول دقيقه لاخر دقيقه. لكن حلاوه الكوره بقى ربنا اكرمنا في اخر دقيقه، يعني دي حلاوه كانت حلاوه المباراه يعني. طب كابتن اسامه، قول لي يعني النادي الاهلي عماد متعب هو المهاجم الاساسي في الفتره اللي فاتت. وعماد متعب متوقع انه يرحل عن النادي، وفرانسيس بيلعب بعض المباريات ومباريات لا، انت تلعب بعض المباريات وبعدين تختفي، فضل يلعب بعض المباريات وبعدين يختفي، محمد طلعت يلعب بعض المباريات وبعدين يختفي. قول لي يعني الكابتن حسام البدري يعني طريقه تفكيره في الموضوع ده، هل هي عدم ثقه فيكم، ولا هو بيقوم بمنح الفرصه لكل المهاجمين، ولا ايه التفسير للموضوع يعني ده؟ هو زي كل المهاجمين شاركوا كله لعب، هو بيبقى حسابات الجهاز الفني طبعا، بيبقى ليه الجهاز الفني ليه وجهه نظر، كل مباراه بيبقى ليها حسابات، المباراه اللي بتبقى داخل مصر غير اللي خارج مصر، اللي بتبقى في الدوري على ملعبك غير اللي بره غير افريقيا، فكل مباراه وليها حساباتها. ممكن مباراه تضطر تلعب راس حربه واحد، مباراه تلعب باثنين، ماتش ليبيا اللي فات وصلنا ثلاثه في المباراه، كنت انا وفضل وعماد متعب وقت من المباراه، فكل مباراه بيبقى لها ظروف، بس يعني المهم ان كل لعيب يبقى جاهز بحيث لما يلعب وياخد الفرصه في الوقت اللي بيلعب فيه يقدر انه يقدم يعني ايه نفسه ويقول ان انا موجود يعني. كابتن اسامه حسني، بهنيك طبعا على مستواك في الفتره الاخيره، وان شاء الله يكون لك دور مهم مع النادي الاهلي وتشفى من اصابتك ويكون